اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير في امان الله. اليوم جيتكم بوصفه زوينه وهي بسيطلات بالعجينه ديال المسمن، كيجيونا رائعين رائعين بزاف عاد. وغادي تشوفوا معايا المكونات، يعني ماشي شي حاجه يعني متواجده في كل بيت، يعني مكونات بسيطه، حتى الحشوه حتى هي فيها شويه ديال الدجاج وفيها شويه ديال الحوت وفيها الفلافل. غادي نخليكم مع الفيديو، نتمنى ان يا ربي الوصفه تنال اعجابكم، ونقول لكم يلا نبداو في الوصفه على بركه الله. حنا غادي ندوزو العجين. عندي في العجين 500 غرام ديال دقيق الفرز، عندي هنا شويه ديال الملحه، عندي معلقه صغيره ديال السكر، وغادي ندير معلقه ديال الخل. غادي ناخذ العجانه ديالي وغادي ندير الطحين مع السكر مع الملحه، غادي نضيف هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نضيف الماء وندير كلشي كيتعجن حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. انا بعد ما كندهن العجينه ديالي كناخذ واحد الاناء وكندهنوا بشويه ديال الزيت، وكندير فيها العجين ديالي وكنخليها ترتاح تقريبا واحد ساعه المكانه هكاك على ما نوجدوا الحشوه. بالنسبه هنا للمكونات، كنحتاجوا فلفله حمراء وفلفله حمراء مقطعين هكا مربعات الرقاق، كنحتاج واحد المربع ديال الشعريه اللي كننفزقوا في الماء يكون دافي ماشي سخون باش ما تعجنش معكم الشعريه، ومن بعد كنقردها بالقرده اولا طحنوها بالهشوار. عندي هنا واحد سليفه صغيره ديال فطر اسود اللي حتى هو فزقتو في الماء دافي ومن بعد هشيتو. عندي هنا ربعه ديال صدر ديال الدجاج اللي دوزتو هكا في المقله مع الملح والابزار وشويه ديال الزيت، ومن بعد طحنتهم هكا في الطحانه اولا تهشيهم غير بهذيك القراده. عندي هنا العطريه هذه اللي ديك لاباط ديال الكوري كتجي زوينه كتنسم بواحد الشكل عجيب، هي هذه ها هي الريد كوري حمراء فيها الحمراء وفيها الخضراء، هذه درت منها معلقه. عندي في العطريه الملح والابزار وعطريه معلقه كبيره ديال العطريه ديال الحوت. عندي واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، عندي صلصه ديال الصوجا ونيوكمان، وعندي الحوت الابيض. عندي الحوت الابيض اللي استعملت هنا ميرنا قطعته قطع ودرت عليهم شويه ديال الزيت والملح والابزار وشويه ديال النيوره، ودخلتهم للفران وخليتهم حتى بردوا مزيان باش كيبقاو الطريفات هكا قابطين في راسهم وصحاحين. هنا كناخذ واحد المقله تكون كبيره وغادي نوضع فيها واحد جوج معالق كبار ديال الزيت، وندير ديك الثومه باش كتطلق ليا في الزيت وما نخليوهاش تحرق اي باش الزيت تنسم عندنا بالثومه. غادي نضيف داك الفلافل، ونخلي هاد الفليفلات كيتشحروا عندي مزيان حتى يهبطوا. انا ملي كيتشحروا عندي الفليفلات كنضيف داك الفطر اسود ونخلط هاد الشيء. راني مازال ما درتش العطريه، هذا غادي نضيف العطريه دابا باش كلشي كيتشرب هاد الشيء. كنضيف معلقه ديال عطريه ديال الحوت مليحه اللي بزاف، وغادي نضيف داك العجينه ديال الباتكوري كتلذذ بواحد الشكل عجيب. كنفرتوها هكا ونحركو هادشي حتى كيندمج. غادي نضيف صلصه ديال نيوكمان تقريبا واحد المعلقه كبيره، وتردوا البال من الملحه ما تكثروش بزاف لان العطريه فيها الملحه وعندنا الملحه. واحد معلقه ديال صلصه في الصوجة، وغنحركوا هذا الشيء. هنا كيندمج عندي هذا الشيء كله، كنضيف داك المربع ديال الشعريه وكنخليه كيتشرب عندي هاد العطريه. عندي الدجاج طايب، عندي الحوت طايب، غادي نخليهم هما الاخرين.
غنضيف داك الدجاج كتجينا حشوه لذيذه لذيذه بزاف. كنعمروا بها البريوات ديالنا ولا بقنيطات ولا بسيطلات صغيورين كما تبغيو. انا كبديل للورقه بالنسبه للناس اللي كيتعذر عليهم انهم يلقاو الورقه. وغادي نحركوا هاد الميرنا غير بشويه باش ما تشتتش معنا. صافي والحشوه ديالنا هي ناشفه ما فيهاش يعني الماء اللي غادي يخسر لينا العجين. الاخير غادي نضيف المعدنوس كنخليه هو الاخر باش كيبقى طري. صافي وكنطفي البوطه ونخلي الحشوه ديالي تبرد تماما. غتصحوا الذوق ديالكم اذا كان ناقصكم الملحه اولا اللي بغات تزيد شويه عصير الحامض. صافي وهالحشوه ديالي واجده. هنا كناخذ العجينه ديالي وكندير منها 6 ديال القطع وكنخليهم كيرتاحوا كنغطيهم بالبلاستيك وكنخليهم كيرتاحوا. دابا غادي ندوزو للطريقه. كناخذ واحد الكره وكنسرحوها هكا كنطلقوها مزيان نديرو بحال كنشكلو المسمن. كندهنو بالزيت وغادي نديرو لها بحال هكا. وغادي نطويوها بحال الشكل ديال المسمن وغادي نخليوها ترتاح. ندوز انا الكره الثانيه ونكمل بنفس الطريقه. هنا كناخذوا المربع اللي سالينا في الاول هو اللي كنبداو به بعد ما كنخليوها كترتاح باش كتطاوعنا العجينه وكنسرحوها هكا على شكل مربع كبير. كتحاولوا ترقوها يخليو العجينه ترتاح مزيان باش ملي كتورقوها ما كترجعش معاك. كناخذ واحد الاطار بحال هكا اما صغير اما كبير اللي بغيتو. كناخذ القطعه ديال البيتزا وكنقطعو على 4 ديال المربعات بحال هكا. كناخذو الاطار ديالنا وكنلبسو له هذا العجين بحال هكا. كناخذو الحشوه ديالنا وكنعمرو الاطار مزيان. كنوركو باش كنثبتو العجينه وكتعطينا الشكل ديال الاطار. كناخذو هاد الحواف هادو وكنرجعوهم هكا. كنضغطو مزيان كنقلبو كنحيدو الاطار وكنتحصلوا على بسيطلات بحال هكا يعني بحال ديال البسطيله تماما. نعاود معكم واحده اخرى.
كناخذوا هذه وكنحاولوا نحيدوا الهواء مزيان. وكنثبتوا كناخذوا العجينه ديالنا و كنرجعوها بحال ملي كنبغيو نديروا الورق هكا. كيجيو مرقين وزوينين. غادي نكمل انا الكميه كلها اللي عندي، يعني كل مربع كيعطينا 4 ديال البسيطلات صغيورين. ومني غتسالي غادي ناخذ واحد البيضه بحال هكا، غادي ندير فيها معلقه ديال التحميره ولا شويه الهريسه اللي بغيتو، وكنخلطوا هذا البيض وهي باش غادي ندهنوا الوجه ديالنا ديال البسيطلات. هانتوما غتشوفوا معايا من بعد ما نسالي انا الكميه كلها اللي عندي. يعني كل مربع كيعطينا 4 ديال البسيطلات صغار. تقدروا ديروهم حتى هكا على شكل سيجار، علاش لا. بعد العجين هذه تقدروا تبدعوا بزاف ديال الحويجات. هنا ملي كنسالي كلشي كناخذوا ديك البيضه مع ديك التحميره وكندهنوا لها الوجه ديالها باش كنعطيوها ديك لا دوغيغ، كتجي زوينه بزاف. الفران كيكون سخون عندي على درجه حراره 180. كندخلوا هاد البسيطلات ديالنا حتى كيتحمروا وكنتلاقاو مع التزيين والشكل النهائي. دائما كنجدد الترحاب ديالي بكم الاعضاء اللي عندي كاملين في المجموعه سواء القدام او الجداد، مرحبا بكم عندي في القناه. ونتمنى ان يا ربي الشهيوات ديالي يكونوا كينالوا الاستحسان ديالكم وكيعجبوكم. تنتظر التطبيقات ديالكم بحال اللي كيديروا البنات كاملين، كيصيفطوا لي التطبيقات ديالهم ديال اي حاجه كيجربوها. كنشكركم بزاف على الثقه ديالكم. دونك دابا حنايا غادي ندخلوا هاد الرغيفات ديالنا، كنعاودوا نبقاو نديروا لهم فهاد لا دوغور حتى كيتشربوا عندنا داك البيض صافي، وندخلوهم الفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسيطلات ديالنا اللي درنا العجينه ديال المسمن. كما كتشوفوا ديك لا دوغور كتجي زوينه بزاف عاد، وكيتحمروا البسيطلات ديالنا وكيجيونا مقرملين بحال تقريبا بحال الورقه ديال البسطيله واحسن بكثير. نتمنى ان هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم وتطبقوها ضمن المواليح اللي كاينين في القناه ديالي. نتمنى لكم فرجه ممتعه والى اللقاء.